سالم عبد الله سالم الكعبي، فنان تشكيلي مفكر خارج الصندوق، دائما في كل سنة أعرض أعمال مختلفة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. جاءت مشاركتي هذه السنة بعرض أعمال طباعة بضوء الشمس تحت مسمى سانوتايب. هذه التقنية اشتغلت عليها قبل 4 سنوات ومزجت الفن بالكيمياء من خلال استخدام مواد كيميائية تستخدم بالصور الفوتوغرافية سابقا. من أهم أعمالي تم عرضها في هذه السنة كتاب كليلة ودمنة، وهو كتاب المعرض تم طباعته بضوء الشمس وتم حقنه بتقنية النانو تكنولوجي لرائحة الكتب القديمة، ليتسنى جمهور معرض أبو ظبي الدولي للكتاب التعرف على روائح الكتب القديمة والاستمتاع بهذه التجربة. وأيضا ولله الحمد في رصيدي العديد من الجوائز على مستوى العالم، من أهم هذه الجوائز هي جائزة البيئة والطاقة العالمية لسنة 2019، وجاءت عن أهم الابتكارات اللي حصلت عليها وهو ابتكار لوبانيوم، عبارة عن طلاء صديق للبيئة يستخدم في الفن. إن شاء الله نشوفكم في معارض مختلفة ونشوفكم على خير.